طبعا بالتأكيد الجيل بتاعنا كان له تأثر كبير بأدب نجيب محفوظ، ليس فقط على مستوى من يكتبون أدبا، طبعا ده كان له تأثير كبير، بحيث ان هو كثيرين ممن كتبوا الرواية تأثروا بنجيب محفوظ وبطريقته وبالشكل اللي هو ابتدعه للكتاب الروائي. لكن مش بس على هذا النطاق، لكن تأثر بيه كثيرين أيضا على مستويات مختلفة، يعني حتى من يكتبون في الصحافة أو من يتعايشون مع الحياة المصرية، لأن كتاباته كانت فقط ليس مجرد الرواية أدبية، ولكنها كانت تشريح للمجتمع ولأحداثه السياسية والاجتماعية الهامة جدا اللي كان بيعيشها المصريين. ولذلك كان بيعتبر نجيب محفوظ بالنسبة لمصر علامة كبيرة في التاريخ المصري الحديث. طبعا هو تأثير نجيب محفوظ لم يتوقف على الداخل، لأن هو طبعا من بعد ما تم منحه جائزة نوبل وأصبح له سمعة عالمية وابتدت رواياته تترجم إلى الخارج، ده أدى إلى درجة كبيرة من محاولة الدوائر العديدة في الغرب، وخصوصا الدوائر النقدية ودوائر الأدبية والسياسية وغيرها، إنها تحاول إنها تستشف مما يكتبه نجيب محفوظ صورة لهذه المجتمعات. يمكن ده حتى أنا لاحظته في فترة عملي في الخارج في أكثر من دولة، إن اللي طبعا حتى من يصنعون القرار السياسي بيحاولوا انهم يلموا بثقافات المجتمعات اللي بيصنعوا القرارات السياسيه تجاهها. كان نجيب محفوظ احد المصادر الرئيسيه اللي ابتدى يحصل لدى الدبلوماسيين في الغرب حاله من النهم لمحاوله معرفه المجتمعات في الشرق الاوسط او في العالم العربي عن طريق ما يكتبه نجيب محفوظ، لان هو كان بيشرح زي ما قلنا هذه المجتمعات وطريقه تفكيرها، وده جزء من صناعه الدبلوماسيه في الغرب، ان هو يفهم المجتمعات التي يتعامل معها وثم يضع قراره السياسي ليس فقط على كيفيه التعامل مع الحاكم، وانما ايضا كيفيه التعامل مع المجتمعات. يعني زي ما قلنا ان نجيب محفوظ مش مجرد كان تاثيره في الخارج على نطاق الادب فقط، ده طبعا حصل، انما ايضا على نطاق فهم صنع القرار السياسي في الغرب وفي غيره لطبيعه هذه المجتمعات وكيفيه التعامل معها دبلوماسيا وثقافيا.